اهلا 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 فاضل بيه، وشك ولا وش القمر. اتفضل. معلش انا عايزك تعذرني يا باشا، انا عارف انك زعلان مني. انا بصراحه مقصر في الاتصال بسعادتك، بس وحيات ولادي يا شيخ انا شغال على الموضوع بتاعنا وهجيب لك قراره عن قريب. وانت ليك ولاد يا فاضل بيه؟ عندي اتنين والحمد لله يا باشا. ربنا يبارك لك فيهم ويخليهم لك. اصلا ملاحظ ان انت بتحلي بيهم كتير قوي قوي قوي، واضح ان هم عزاز عليك. انما قول لي صحيح، الموضوع بتاع محمود فرغالي ده يا ترى وصلت فيه لفين؟ عرفت اراضي؟ بصراحه احنا غلطنا في حاجه. العصير يا فاضل بيه. ميرسي يا هاني. اتفضل. ميرسي. اتفضل. خير يا فاضل بيه؟ محمود فرغالي ما هربش. يا الطف الله، صحيح؟ لا حلمك بس يا هانم، هو صحيح ما هربش بس للاسف افرجوا عنه امبارح. الله يخرب بيوتهم، قتل قتله زي ده ويفرجوا عنه كده؟ اصبري بس يا حاجه، اصبري، عاوزين نعرف راسنا من رجلينا. انا كده ما عدتش فاهم حاجه يا فاضل بيه. سيادتك عارف انهم يوم ما هربوا الدنيا كانت ليل وضلمه وكان في ضرب نار بره. المساجين طلعوا هربوا وهم بيجروا وما كانوش شايفين بعض. الاخباريه اللي جات لي ساعتها ان محمود فرغالي هرب. طلعت غلط. اول امبارح بس عرفت انه ما هربش وان في قرار هيصدر بالافراج عنه هو وبقيه المعتقلين بتوع الجامعات. يا لطف الله، شوف الدنيا. الله، قالوا احنا كنا جايين هنا علشان نقبض على محمود فرغالي اللي هو هرب من السجن، أم طلع هو ما هربش من السجن. الحمد لله. هدينا يعني استفدنا برضه واتفسحنا يومين. اللي قول لي يا فاضل بيه، يعني أنا آسف في السؤال، يعني يا ترى مين بقى اللي هو دافع فلوس الفسحة دي؟ أنا أصلي يعني ما تاخذنيش، لازم أعرف. سيادتك تقصد إيه يا باشا؟ اقصد ان جنابك جبتنا هنا وقعدتنا في الاوتيل ودفعت شهر مقدم. عاوز اعرف بقى ايه الجهه اللي هتدفع تمن الفسحه دي؟ اصول برضه يا سعاده اللواء، لو برضه تسالني سؤال زي ده، احنا اول مره تقابلنا قلت لسعادتك ايه؟ مش قلت لك ان مصر مستحيل تنسى رجالتها اللي خدموها؟ الله يكرمك يا فاضل بيه. جرى ايه يا سياده اللواء؟ انت مالك محير نفسك كده ليه؟ استني بس يا حاج، استني. شوف يا فاضل بيه، انا هتكلم معاك كده من غير لف ولا دوران. انا عاوز اعرف بالظبط انت بتشتغل في اي جهه سياديه؟ لا 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 لا، معقول برضو يا باشا تبقى مساعد وزير داخليه سابق وتسالني سؤال زي ده؟ هو في اي حد بيشتغل في جهه سياديه بيقول ان هو شغال في جهه سياديه بيتكلم عن شغله؟ حصل ان سعادتك سمعتني ان انا بقول اني شغال في جهه سياديه، ولا سعادتك بتتبلى عليا وبتقولني كلام انا ما قلتوش؟ سعادتك يعني سمعتني استجريت وقلت حاجه زي دي؟ بصراحه انا مش فاهمه حاجه خالص. يصح برضه يا باشا انك تسالني سؤال زي ده بعد اللي انا عملته؟ ده انا اللي جايب بنفسي الحراسه علشان تامن الفيلا بتاعت سعادتك اول ما وصل لي ان محمود فرغالي هرب. لا بقى انا كده مش عارف اخد منك لا حق ولا باطل. انا كل اللي عاوز افهمه، جرجرتيني لحد هنا ليه؟ قلت لي ما تكلمش حد وقعدتني زي خيبتها هنا ليه؟ عايز مني ايه؟ لا 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 يا باشا، لو سمحت ما تقولش بقى الكلام ده، ما تخلينيش من فضلك اخرج عن طوعي. اولا انا ما طلبتش من سعادتك انك تيجي مارينا الغردقه، حضرتك اللي صممت انك تيجي، حصل ولا لا يا حاجه؟ ثانيا انا سايب سعادتك تستجم هنا وما طلبتش منك اي حاجه تتعبك، وده خوفا على صحه سعادتك. مش كده برضه يا حاجه؟ مش انت اللي قلت لي ان الحاج مركب دعامتين وقلت لي بالنص بلاش نرهقه بأي حاجة علشان ما يقعش من طوله في وسطينا؟ أولاً ما حجتش، هي بس اللي حجت. ماشي يا باشا. أنت قلت له حاجة على موضوع الدحامات ده؟ اسمتي ونصيبي. لو فيها إيه يا باشا؟ فيها إيه لما تقول لي؟ فيها إيه لما كلنا نخاف على صحة سعادتك؟ بص يا باشا، أي حاجة أنا عملتها في الموضوع ده كله
كانت إرضاء لوجه الله سبحانه وتعالى. أنا مش عايز من سعادتك أي حاجة. لو سيادتك دلوقتي يعني مش راضي عن شغلي خلاص اسمح لي، أنا هسحب إيدي من أي حاجة تضايقك. بالنسبة بقى للشهر المقدم بتاع الأوتيل، سعادتك أرجوك اعتبره كادو. بالنسبة للي جاي حضرتك اتصرف زي ما تحب. سلام عليكم. عن إذنك يا حاج. سلام ورحمة الله. جراي حاج ما تمسك نفسك شوية. استني استني حاج، استني استني، أنا هتصرف. ايوه يا عمرو، ازيك يا حبيبي وازاي الاولاد؟ شوف يا عم باختصار كده، انا طالب منك طلب، عاوزك تكشف لي عن اسم واحد اسمه فاضل ابو الروس. ايوه عاوز اعرف عنه كل حاجه، وابعت لك كمان كاس عليه بصمات، ابعتها للبحث الجنائي. اكشف لي على البصمه دي، عاوز تقرير وافي عنها بسرعه يا حبيبي. ماشي، مع السلامه.